مرحبا يا أطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تجيكم هذه المرة بمناسبة اليوم العالمي للبراي. شكون يعرف البراي؟ براي هو لونجاج للمكفوفين ودارو لويس براي. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. معطي البشير ولد معطي البشيري يوم 5 أفريل 1942 ببشكرة. إذا تغنوا كامل معايا إني أوصيك يا طفلي وتشوفوا عمو يزيد واش راح يوصي الأطفال اللي كيما نتوما على الفعل الحضاري. يلا كامل معايا. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان، لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان. ثم تاني لكم تشوفوا فينا، إذا حبيتوا تجوا تشاركوا معنا كما هاد الأطفال ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com وتضغطوا على زرار ملاحظات وآراء باش نقرأوا رسائل تاعكم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، حبكم يا أطفال. احذر من تلويث الماء، ليصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل. ولا تكن طفلا مهمل. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا. تعالوا هلموا إلينا ضفوا مع عمو يزيد.